طيب خلينا نبتدي بمباراه القمه. هي فعلا مباراه قمه، اهلي واتحاد. ليه قمه؟ القمه بيبقى ليها يعني جوانب معينه كده، تعرف ان دي مباراه قمه لما يكون بيتوفر فيها بعض الامور. زي ايه؟ زي الجانب الجماهيري. الجمهور مش هيحضر، لكن هنا جمهور كبير جدا للنادي الاهلي، وهنا كمان جمهور كبير جدا للنادي الاتحاد. طيب جدول الترتيب، الاهلي متصدر جدول ترتيب الدوري والاتحاد في المركز الثاني في هذا الجدول. فبالتالي هي فعلا مباراه قمه، مباراه قويه جدا، غايه في الاهميه بالنسبه للفرقتين، بالتحديد اللي يخصنا احنا النادي الاهلي واللي بيستعد لهذه المباراه بكل قوه. لان هي في الحقيقه باذن الله تعالى لو الاهلي فاز بكره هتبقى خطوه مهمه جدا جدا في مشواره في بطوله الدوري. برضه عشان نبقى متفقين مع بعض، وفي جزئيه مهمه عايزين نتكلم فيها، وهي نغمه حسم الاهلي بطوله الدوري. لا لسه خالص، كلام غير منطقي بالمره، كلام مش موجود على ارض الواقع، مش في الكوره، مش من بدري قوي كده. الاهلي ماشي كويس، طبعا ماشي كويس جدا، انتصارات متتاليه ما شاء الله لا قوه الا بالله، خطوه ثابته، طبعا خطوه ثابته، لكن الحسم لسه بدري. انت عندك منافسين كتير جدا في بطوله الدوري، وعندك اسماء كبيره ممكن ترجع لك في المنافسه، زي نادي الزمالك، نادي كبير، ظروفه ملخبطه اليومين دول في الحقيقه، لكن في اي حال من الاحوال بيقدروا ان هم يرجعوا في المنافسه. مش هيرجعوا لو انت استمريت كده ان شاء الله. يعني الجزئيه الثانيه نادي بيراميدز مثلا. بيراميدز نتائج متذبذبه شويه، لكن في نفس الحال يعني هم عندهم لاعبين جيدين جدا جدا، واكيد هيجيبوا مدير فني جيد. طبعا عندهم كابتن زيزو امبارح عمل مباراه حلوه امام المصري البورسعيدي. المصري كمان من ضمن الفرق الثقيله اللي عندهم جهاز فني كويس. الاتحاد والمقاولين ماشيين كويس جدا. فبالتالي نغمه الحسم مش في صالح النادي الاهلي، واعتقد ان جمهور النادي واعي جدا جدا لهذا الفخ اللي مش هيقع فيه بكل تاكيد، والمركز جدا على مباراته والاخرى مع فريقه. بنساند، بندعم، بنشجع فريقنا في كل التحديات اللي بيخوضها. مباريات الدوري طبعا تحدي مهم جدا، مقبل بعد مباراه الاتحاد على ملف الافريقي واستكمال لهذا الملف من خلال مباراه بلاتينيوم ان شاء الله في استاد السلام. طبعا خطوه هتكون ايضا مهمه جدا. فواخدين كل مباراه على حده، من ضمن اهم الخطوات في مشوار بطوله الدوري اكيد اكيد مباراه الاتحاد السكندري. مباراه هتبقى صعبه ومفتوحه وقويه جدا من الناحيه الفنيه، وان شاء الله هنستمتع فيها، وان شاء الله هنفرح بعد ماتش فوز النادي الاهلي في هذه المباراه، مع كامل التقدير والاحترام لفريق كبير جدا زي الاتحاد السكندري، مع جهاز فني مميز، كابتن طلعت يوسف، لاعبين مميزين، ومباراه من كل تاكيد هتكون صعبه. بالتالي المنافسه على بطوله الدوري موجوده، لان النقطه دي لازم نركز عليها، ولسه بدري على بطوله الدوري.